مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، ومثل العاده اتصالاتكم دائما على 04444444. وبدايه الحلقه دائما مع المعلومه. بمعلومتنا لليوم، رئيس بلدية حمانة بناء على محضر انتخابه رئيسا رقم 7 تاريخ 28 أيار 2019، وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 ورقم 665 تاريخ 29/2 ايضا 1997 قانون البلديات، ولا سيما المادة 74 لما كانت حمانة بطور استعادة موقع على الخارطة السياحية، وحيث ان سوق الميدان عم يشهد وبعد ان اصبح مقصدا للسياح والزوار نجاحا في الليل، ومن حيث انه من الضروري اتخاذ كافة الاجراءات لتشجيع السياحة على أن يقصدوا البلدة، وتأمينا للسلامة العامة يقرر ما يأتي. المادة الأولى: تقفل الطرقات المؤدية إلى سوق الميدان في حمانة ليليا أمام السيارات للمشاة ابتداء من الساعة 8 ولغاية 1 بعد منتصف الليل. أما المادة الثانية: يكلف عناصر الشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار. والمادة الثالثة طبعا ينشر ويبلغ. متابعة. بمتابعتنا رئيس اتحاد العمال العام حسن فقيه، يعطيك العافية. الله يعافيك رئيس. أكيد يعني من بعد ما شاركت باجتماع منظمة العمل الدولية بجنيف كنت عم بتابع كمان الموازنة اللي مستمرة في المجلس النيابي، وبعرف أنه الاتحاد العمال العام عنده بعض الملاحظات إذا بدي أقول أثناء المواكبة منهم 2% وغيرها. كيف بتنظر اليوم لسير درس الموازنة، وبتتوقع أنه تكون على قد أمال العمال واللبنانيين؟ يعني اولا احنا اعتبرنا انه عدم المس بمخصصات الموظفين والعاملين بالمصالح المستقله يعني كان شغله مهمه، وحتى العسكريين والاسلاك يعني شغله مهمه، لانه بالاخر اذا بدنا نزيد امكانات الدوله بدنا نزيدها من مطارح معروفه صارت لدى كل اللبنانيين. أما النقطة الأساسية واللي بعدها موجودة ولم تبت حتى الآن، واللي نحن عرضناها منذ اللحظة الأولى، اللي هي فرض رسم استيراد 2% تحت ذريعة حماية الصناعة اللبنانية، نحن كنا بنشوف أنه هي رفع الأسعار على المستهلكين وما بتأدي حتما إلى تعزيز الصناعة، بل يمكن تعزز الاحتكار. حماية الصناعة اللبنانية نحن بنشوف هي مطلب أساسي عندنا، ونحن ما بنشوف أنه اول شيء اذا في مصنعين او ثلاثه هذا حتما يعني بيحمي الاحتكار، ما بيحمي الصناعه، على غرار ما هو حاصل في حمايه صناعه الاسمنت اللي رفعت الاسعار بشكل كبير وسمح لشركات الاسمنت تحقيق ارباح تتجاوز 350 مليون دولار سنويا على حساب المستهلك، ورفع كلفه البناء واسعار الشقق والايجارات وغير السكنيه. غياب الاجهزه الرقابيه للدوله نحن بنشوف كمان رح يسمح بالتوسع برفع اسعار مختلف المواد المستورده، علما انه لبنان بيستورد حوالي 80% من السلع الاستهلاكيه، وغياب الرقابه بيتيح الخروج عن حدود رسم 2% الى ارقام يتحكم فيها المستوردين وتجار الجمله وتجار التجزئه كذلك الامر. ونحن شايفين الرسم هذا بفوق بخطورته رسم القيمه المضافه، لانه مفتوح على مختلف السلع المستورده وما بيقدر المواطن يستعيد اي جزء منه على الاطلاق. والنقطه اللي كانوا واعدين فيها الصناعيين انه يعطوهم 30% من قيمه الجبايه بهالرسم، كمان الصناعيين يعني يمكن ظهروا عنهم من الوعد وصاروا الصناعيين شاكين بهالموضوع هذا، انه يكون لانه اثبت التجارب كمان انه الوعود بتروح وما بيعود. كمان نحن شايفين انه الحل الوحيد هو دعم المباشر للصناعه والزراعه من خلال تامين تسليفات للصناعه والزراعه بفوائد رمزيه من قبل المصارف، وتخصيص الصناعه والزراعه بموازنه من الدوله
بالموازنة إضافي لإعفاءات تتعلق باستيراد الآلات آلات صناعية حديثة برسوم جمركية رمزية، بالإضافة إلى قطع غيار وبعض المواد المتعلقة بالصناعة. موقف الاتحاد العمال العام كان على طول إلى جانب الرأي القائم بضرورة دعم قطاعات الإنتاج الحقيقية من صناعة وزراعة وإنتاج للسلع القابلة للتصدير واستيعاب اليد العاملة للتخفيف من البطالة والتوقف عن دعم النموذج الاقتصادي القائم على الريوع المالية والعقارية. وهالرأي كل المسؤولين تكون فيه بداية من فخامة رئيس الجمهورية، لكن للأسف من دون سعي الحكومي للعمل في جدية. نعم رئيس كاتحاد عمالي عام، طبعا بعرف قديش اليوم في بطالة، قديش في صرف تعسفي عم بيصير، وانتو بهمكن دايما انه العامل اللبناني يحافظ على ديمومة العمل، ونحن عم نشوف اليوم هناك حملة لوزارة العمل لتشجيع اليد العاملة اللبنانية قبل غيرها، يعني محله للبناني هو ببلده يشتغل. كيف عم بتواكبوا هالحملة هيدي وعندكن أكيد رأي فيها؟ نحن بالمدى من أيد ما يقوم به وزير العمل، وكان لنا في جنيف أكثر من قاعدة نعم، ونحن بنشوف أنه البطالة يعني وصلت إلى حدود مخيفة، بس يعني بدنا ننتبه لمسألتين. نحن مع انه يشتغل اللبناني اولا، مع انه يعني ما يحفظ اليوم بموضوع النزوح وموضوع استعمال العامل السوري تحديدا بهذا الموضوع، امبارح يمكن كان عندي كلام مع الاذاعه السوريه بهذا الموضوع، انه اللبناني لازم يشتغل ببلده اولا، واذا بده يشتغل السوري بيشتغل ضمن القوانين المرعيه الاجراء بالبلد. يعني اذا واحد بيفتح مصلحه يشرف يروح يسجلها حسب الاصول، إذا عم يشغل السوري فضل يضمنه كمان، وإذا ما سمح له يشغله لهذا السوري، إذا كفاءة مش موجودة عند اللبناني، يعني إذا ما يغطي هالقطاع من العمل فإنه يشغل سوري أو بنغلاديشي مثلا، بس ضمن القانون وضمن ما تسمح به القوانين الموجودة بوزارة العمل. نعم نحن بنقول إنه حتى العامل السوري عم يكون ضحية بهذا الموضوع، وعلى رب العمل اللبناني انه كمان يختار اللبناني اولا، لانه للاسف بعض ارباب العمل هم عم يهربوا من التشغيل اللبنانيين ويستبدلوهم بعمال اخرين لانه هذيك اقل كلفه. نحن مع انه تطبيق القوانين، نحن مع تطبيق القوانين بشكل كامل بهذا الموضوع، وما في خلاف كبير بيننا وبين وزير العمل، إلا أنه هناك بعض الأصوات التي تحاول أنه تخلط السياسي وتخلط مسألة النزوح بمسألة العمال السوريين. كل عمر العمال السورية موجودة بقطاعي البناء والزراعة، ما في مشكلة بهذا الموضوع، المطلوب تطبيق القانون طبعا، لانه نحن كلنا تحت القانون. وانا بعرف رئيس قديش يوميا بيجيك من اتصالات من عمال لبنانيين صرفوا من اعمالهم تعسفيا، كمان قدي مجالس العمل التحكيميه بدها تجتمع وبدها تقرر، لانه هيدي يعني صار عدد لا باس به بالبلد. بعدين مجالس العمل التحكيميه مطلوب انه يكون لها قرارات سريعه وفعاله، ومش لما بيروح على مجلس العمل التحكيمي يعني معناتها يعني قابلني بعد سنتين بعد ثلاث سنين بشكل انه بيمل هالموظف وبصير كانه علقناه الى 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 ما شاء الله. 100% مطلوب انه مجالس العمل التحكيمي يكون الى دوره وسرعه اصدار القرارات كمان، لأنه هذه بنعتبرها نوع من كمان المماطلة اللي هي عم تصير للعامل وما عم بتخليه. والحقيقة أنه في صرف كذلك الأمر، في صرف عم يصير بأكثر من قطاع وبأكثر من مطرح، وعم تيجي العالم لعنا على الاتحاد وعم بنتابع كل شغلة بشغلتها، لأنه في تعثر كمان. يعني ما ننسى كمان أنه البلد عم يمر بكريزة كبيرة، والشيء اللي عم نشوفه نحن على وسائل الإعلام وعم نقشعه كل يوم شيء مخيف حقيقة.
يعني ما بتخافوا رئيس يعني اليوم من ثورة جياع، يعني ثورة مجاعة، لأنه اليوم الناس اللي ما عم تقبض رواتبها على الوقت، الناس اللي انصرفت تعسفين ما عم بتلاقي شغل، الشباب يلي عم بتهاجر، العائلات، يعني أنتوا اليوم أكثر ناس يمكن حاسين بالوجع إذا بدي أقول، لأنه الشريحة الكبيرة هي العمال في لبنان. يعني بدون شك الشيء اللي عم تتفضلي فيه، يعني نحن أنت كنا نشوف العسكريين نازلين على الشارع مثلا، يعني انه بالاخر لما بدنا ندور على موارد انه عم نجي على قرش الفقير، عم نجي على قرش العسكري اللي قضى حياته بهالدوله، على يعني وين عم نفتش نحن، او انه في ماء وارتيلي ومش عارف، يعني شيء مؤسف ومخزي انه نترك مكامن الهدر الكبير ونترك الأملاك البحرية والأملاك يعني كل لساننا نحن ونقول، والتهرب الضريبي والمعابر الغير شرعية، يا أخي والله حرام، والله حرام الشيء اللي عم يصير بالبلد. نحن بلد مننا عنصريين، وعنا ونحن بلد لبنان بتصدر عمالة، بس بده يضل في ناس بالبلد. آخر شيء لأنه الشيء اللي عم ينحكى اليوم عن صفقة القرن وما صفقة القرن، إذا الناس بدها تضليها خلص قعدت عنا، نحن بالاخر مطرح من المطارح يعني. وهذا الشيء يجب ان يسعى المسؤولين انه ما يصير، اللي بده يدور اللي بده يلاقي فرص عمل هي السياسات. ما نحن لا عم نقول انه ما بيصير انه الموازنه تكون بس كانها عمليه جبايه منظمه، الموازنه يجب ان يكون فيها رؤيه اقتصاديه كذلك الامر، ومين اللي بده يقوم بهالقصه؟ بتلوموا الجهابذة الموجودين بالحكومة والمستشاري جيوش المستشارين، تفضل هي تبتدي لنا أفكار وتطرح أفكار وتقول شو بيعمل شغل أكثر، شو بيعمل إنتاج أكبر بالبلد، لحتى نشوف كيف بدنا ننهض بالوضع، لأنه الوضع مأساوي صراحة 100%. يعني من هيك أنا حبيت إني بعرف إنه هذا موضوع يعني يشغل البال، وبعرف قد إيه أنتم اجتماعاتكم يعني كمان مفتوحة بهذا الموضوع، يعني إن شاء الله ما نوصل، إن شاء الله تكون الموازنة على قدر الأمال، نقدر نستعيد شوي من اقتصادنا من عجلة العمل، لأنه هيدي نحن اللي بحاجة لها اليوم مع موسم سياحي إن شاء الله يكون كمان واعد. أنا بدي أشكرك رئيس الاتحاد العمالي عام حسن فقيه، ومعكم مشاهدينا عنا وقفة ومرجع من تابع. منتابع الحال عنا دايما عبر الام تي في وباخد اتصال. الو يمكن قطع الخط، في حدا تاني على الخط. ايه الو، يعطيك العافيه، اهلا، معك مواطن مهور من طرابلس. ايه انا موظف بالبترون، يوم ايه يوم لا. نعم. بطلع من طرابلس على البترون، تونيل شقة الله يخلي لنا وزارة الاشغال، ما بعرف ليش يوم ايه يوم لا بتطفي لنا التونيل، ساعة بتطفي لنا اياه بالنهار، ساعة بتطفي لنا اياه بالليل، برجع من شغلي الساعة 11، الاوتوستراد كله مطفي من طرابلس للبترون، والتونيل مطفي، يعني ما بعرف شو ناطرة مننا الدولة لنعمل حادث بنقول نسبة الحوادث زايدة. وعلى تونيل شكة مفروض بنهار يكون الإنارة قبل الليل. هلا أنا قاطع على الشغل مطفي، وأنت بتعرفي الشمس ووهج الشمس بيكون طالع، مفروض بالتونيل عتمي، إنه ما فهمت نحن الدولة شو ناطرة مننا بعد كل شيء قهر وذل عم نعيشه. لا. يعني أنا موظف وظيفة تانية بعد الظهر، برجع هلا الساعة 11 بالليل على بيتي، ما فهمت أنا شو ناطرة مني الدولة أكثر من هيك. 100%. هذا يلي عم نحكيه كنا اليوم كمان مع رئيس الاتحاد، انه هالعامل قد ايه بده يشتغل، كم شغله، طب النتيجه يوصل اخر شيء على بيته كانه ما يكون مامن له لا سلامه الطرقات ولا سلامه. انا شاب عمري 25 سنه، انا كنت عم بحكي مع رفقات الشباب عم بقول لهم انا هلا اذا بلبنان بيصح لي شغل ب 60,000 دولار بالشهر مش رح ابقى، رح اقدم على هجره لا على اي بلد، لو بعد 10 سنين تجيني الهجره ولا بقى حنبقى بهالبلد الزباله سوري بالكلمه. ميرسي لك مدام ريك، اهلا وسهلا فيك. يعني انا بفهم قلق الناس، بفهم تعب الناس، بفهم زعل الناس على هالبلد، لانه مش هذا اللي كانوا بيتوقعوه اطلاقا. يعني دائما في وعود رنانه، وعود حلوه كثير، واحلام ما بعرف لوين بتوصلنا، ولكن نجي عند الحقيقه بنلاقي يعني ما بدي اكون متشائمه مع المتشائمين، بدي دائما نشوف نص الكبايه المليانه، بس فرجونا اياها، يعني خلينا نبلش نحس وخلينا نلمس الشيء حتى الناس يكون عندها ثقة بالدولة صراحة.
إذا مفقود الثقة مشكلة كتير كبيرة بالبلد. يعطيك العافية على كل حال، وبعرف كتير من اللبنانيين عم يشتغلوا أكثر من شغلة أقله بس يعني حتى يقدروا يعيشوا بالمينيموم، مش رح أقول يعيشوا بالأحسن بكتير إنما بالمينيموم. بأخذ اتصال آخر. ألو. ألو. أهلا مسيو. مدام ريبيكا. نعم. الله معك. أهلا. معك مواطن. أهلين. أنا في عندي شغلتين. أول شيء من بعد كوع الفوار في محل خضرة لشخص سوري من بيت الشمالي. نعم. مضايق الطريق هونيك وعم بيعرق السير، كل السيارات بتصف حد والريبي. نعم. بيظهر انه بلدية انتلياس ما بدها تشوف، يمكن في افادة بالموضوع. الشغلة الثانية بدي اطلب من وزيرة الداخلية كل السيارات العاملة على المازوت تجبرهم يركبوا فلاتر لانه عم بيلوثوا البيئة. اصلا بشكل غريب. أصلاً وبعدين يطبقوا انه السير مزبوط بقى، لان كل يوم في قتلة وفي جرحة. هذا كل شيء عندي وبشكرك. اهلا وسهلا فيك. هلا بموضوع اللي على الكوع الخضرجة، هيدا من اكثر من سنه كان في حمله بهذا الموضوع، وبفتكر اتخذ قرارات بوقتها بالنسبه للسيارات توقف بهالطريقه هيدي، وفي دائما دوريات عم تقطع. هيدا اللي عرفته هلا، ما بعرف لمين هو وكيف. هلا بالنسبه للسيارات المازوت او شاحنات المازوت او اي شيء مفروض يكون في اشابمون، معك حق. لعيلتك في قرارات بتطلع دايما بس بيفكروها أنه مرحلية وبتخلص. القرار لما بيطلع بضم سير المفعول، يعني ما بدنا دايما نذكر فيه. هيدي المشكلة بالبلد. أهلا وسهلا فيك بكل الحالات. تواصل. بتواصل بيقولوا، عم بيقولوا لي بكهرباء جبال بسيل حي جالوري محفوظ، ما عم تجي الكهرباء الا الساعه 12 بالليل وكل النهار ما في كهرباء. بيكملوا ركبوا عدادات للناس وبلشوا ينصبوا، جوابهم انه الخط ما بيحمل. هيدا جواب لو اكثر من 5 سنين، مع العلم انه في احياء عم تجي الكهرباء عندهم حسب التأنين، ونحن عم نطالب بالتأنين مش اكثر. بتمنى حدا يجاوبنا. نحن كمان بانتظار جواب حتى نعطيه لهالناس. وقبل ما انتقل لصورة اليوم، بدي اذكر دايما انه كهرباء لبنان يلي عازله مخرج الرميله بدائره وادي الزينه بداعي الاشغال، مستمره هالاشغال لغايه 5 تموز من الساعه 8 صباحا للساعه 3 بعد الظهر من اجل تنفيذ هالاشغال. صورة اليوم نشوفها سوا. ناطر الفرج. شو بتزعل هالصورة، كتير بتزعل، بس للأسف هي شيء كتير من الواقع. بعطيكم موعد دايما مع الام تي في الحل عنا. إلى اللقاء.